من أنتم؟ ثور يعلف بالعلف. ممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقريرا بعنوان الأسد خان القذافي ليحافظ على نظامه، ولفتت فيه إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد خان الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، وزود الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية بمعلومة استخباراتية مهمة قادت إلى العملية التي أدت إلى مقتله. وأضاف التقرير أن الرئيس السوري زود هذه الأجهزة الاستخباراتية برقم هاتف الساتلايت الخاص بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وأشار إلى أن الجواسيس الفرنسيين في سيرت استطاعوا تدبير فخ للقذافي بعدما حصلوا على رقم هاتف الساتلايت الخاص به من قبل الجانب السوري. وأوضح المسؤول الليبي السابق في جهاز الاستخبارات رامي العبيدي للصحيفة أن الأسد باع القذافي ليحمي نفسه ويحمي نظامه، وأضاف عندما زود الأسد الفرنسيين بهذه المعلومة الاستخباراتية المهمة أخذ وعدا منهم بعدم الضغط على نظامه سياسيا، وهذا ما يحصل اليوم. وذكرت الصحيفة أن المخابرات الفرنسية بدأت تراقب هاتف القذافي، وقد حققت تقدما هاما عندما اتصل بأحد مواليه الكبار وهو يوسف شاكر وبأحمد جبريل زعيم أحد التنظيمات الفلسطينية بسوريا، ونتيجة لذلك تمكنت المخابرات من تحديد موقعه ومراقبة تحركاته. وقالت الصحيفة أيضاً أن أحد أسباب قيادة الفرنسيين لعملية اغتيال القذافي كانت رغبة ساركوزي في رؤية القذافي ميتاً بعد أن هدده علناً بكشف تفاصيل المبالغ الضخمة التي تبرع بها لساركوزي في حملته الانتخابية عام 2007. ليبيا قدمت مبلغا ماليا للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وصل إلى 20 مليون يورو. ووفقا للصحيفة فإن ساركوزي كان لديه كل الأسباب للتخلص من العقيد في أسرع وقت ممكن.